في جولة في شوارع القاهرة، هيقول لنا هو وصل لحد فين. دي تاني متابعة مرورية مع مينا النهاردة. صباح الخير عليك مرة تانية مينا، وبصبح كمان على زميلي العزيز محمود جميل اللي موجود في جامعة المنوفية لمتابعة امتحانات السنة النهائية أو سنوات النهائية النهاردة. خلوني أبدأ مع مينا، ومينا هيقول لنا وصل لحد فين وأخبار المرور. انتوا عارفين دايما بتمنى لمينا شوارع مزدحمة. صباح الخير يا دينا، برحب بيكي وبكل مشاهدي صباح الخير يا مصر في جولتنا المرورية النهاردة المستمرة في منطقة وسط البلد، واللي بدأناها في الجولة الأولى من ميدان الأوبرا، وحاليا احنا موجودين في واحد من الشوارع المهمة جدا والتاريخية جدا برضو كمان في منطقة وسط البلد، وهو شارع عماد الدين. خليني أستعرض معاكي ومع مشاهدينا من خلال زميلي المصور اللي هيبدأ يظهر لنا دلوقتي الحركة المرورية في شارع عماد الدين، وطبعا اللي بيتقاطع كمان مع شارع مهم جدا وهو شارع رمسيس امتداده لمنطقة الإسعاف. لحد ما يدينا في سيولة مرورية مع وجود بعض الكثافات الخفيفة للمتوسطة تحديدا في مناطق الإشارات المرورية اللي موجودة طبعا واللي منتشرة بشكل كبير في وسط البلد. يمكن زي ما حضراتكم ملاحظين احنا واحنا طالعين دلوقتي على شارع رمسيس في طبعا إشارة مرورية كبيرة بيتقاطع معها شارع الإسعاف أو شارع رمسيس مع شارع عماد الدين الخارج من وسط البلد ومن ميدان محمد فريد والمناطق المحيطة به زي محافظة القاهرة وقصر عابدين، فيمكن نلاقي وجود كثافة ملحوظة في المنطقة اللي احنا متواجدين فيها، وعلى يمنا تحديدا كمان مسجد الفتح اللي كمان بيبقى المنطقة اللي قدامه إلى حد كبير بتشهد أحيانا بعض الكثافات الخفيفة للمتوسطة. يمكن يدينا كمان لاحظنا نفس وجود بعض الكثافات الخفيفة ديت في بعض المناطق كمان اللي موجودة في منطقة وسط البلد خاصة قرب البورصة. يمكن المنطقة دي كمان مليانة مؤسسات وشركات كبيرة، فيمكن كمان في وجود في الساعات دلوقتي كمان يعني من بعد 9 تقريبا بدأت شوية الدنيا تزحم وبعض الشوارع فيها بعض الكثافات المرورية الملحوظة. دي كانت جولتنا النهاردة ورصدنا لأهم الملاحظات الموجودة في شوارع منطقة وسط البلد، واللي بنختمها النهاردة تقريبا عند منطقة رمسيس قدام محطة سكة حديد مصر. عودة لك يا دينا مرة تانية. بشكرك شكرا جزيلا يا مينا، ويمكن اللي كان فاكر ان